بعد طول انتظار وصل المخطوف المحرر عوض إبراهيم إلى مطار رفيق الحرير الدولي، وعلى باب الطائرة كان اللقاء مع أفراد العائلة الزوجة والأولاد. أما شقيقه فكان مع وزير الداخلية مروان شربل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على أرض المطار. إلى الصالون توجه الجميع حيث كان حشد من السياسيين والإعلاميين بالانتظار، فدخل عوض محمولا على الأكتاف. شربل شدد على أن الفرحة كبيرة لكنها لم تكتمل بانتظار عودة جميع المخطوفين. اليوم فرحتنا ما اكتملت رغم أننا مبسوطين، إن شاء الله قريبا الفرحة بتكتمل وبيرجعوا كل اللبنانيين. ما تنسوا أنه عنا كمان 9 لبنانيين موجودين بأعزاز، ولبناني من بيت المقداد ولبناني آخر من بيت منصور. بهالمناسبة بشكر السلطات التركية على مساعدتهم ومعاونتهم لنا رغم الصعوبات اللي عم بيلاقوها ورح نحكي فيها بعدين. بشكر جميع اللي ساهموا بإطلاق حبيب قلبنا اليوم، وأنا بقدر لكم ولأول مرة بدي أحكيها معلش، بدي أشكر الرئيس الحريري اللي أنا عم بتواصل أنا وياه ولأول مرة بحكيها، عم بيساعدنا وعم بيقوم بكل جهد. كان الهدف الوحيد أنه يستقر الوضع الأمني بلبنان. دقائق على مغادرة المطار حتى وصل عوض إلى منزله في الضاحية الجنوبية، دخلها على أكتاف المحبين من أبناء حي السلم الذين انتظروه طويلا. وكما دخل عوض إلى مقر حملة الصدر، خرج محمولا على أكتاف المستقبلين وسط فرحة عارمة وزغريت النسوة وإطلاق الهتافات المرحبة.